كثير من الناس الآن لا يبالون في هذه الأحكام. جاءتني امرأة تقول إيش أصنع، تسكن مع الحماي، الله يجيرنا، قولوا آمين، الحموات الظالمات، نسأل الله الحفظ والسلام. أنا ما عم نكت، البعض بظن أنه بنكت أحيانا، والله أعي ما أقول. كان في واحد بياع سكاكين هون بالمناخلية، يجيب السكاكين اللي بتذبح جمل ويسنن ويبيعن، ويقول لهم للناس، يقول لهم بده يذبح حماته. أنا ما عم أقول لك اذبح حماتك، بس هالكلام له معنى. في حموات نسأل الله العافية، قل الحمد لله أبو رشيد، الله بعد لك حماي ما شاء الله، ولا مزكي على الله أحدا، والدي عنده أمه تسمع أخبار من عجائب نساء هالعصر. نعم، لكن في نساء والعياذ بالله. أنا أقول هذه رسالة من أجل أن تصل. أنا عتبي على أناس يحضرون دروس العلم وعنده ربما والدة ظالمة وتظلم زوجته، وهو يعي ويرى ذلك وهو ساكت. ربي يسألك عن أمك ويسألك عن زوجتك. أعطي كل ذي حق حقه. أم والله من أجل الأم نظلم المرأة؟ أبدا. ترى أنت ترى هذا الظلم؟ ترى هذا الظلم؟ طيب سكنها وحدها؟ لا 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 لا، أمي عم تقلي برضاي عليك، أنا ما بقدر إلا أسكن معك ومع مرتك وولادك حتى تنفذ ظلمها. عندها فرعنة على هذه الكنة أيها الأحباب، ما بتسمح لولدها أن يستأجر بيتا وهو قادر على أن يسكنها وحدها. شو اسمه هذا؟ ظلم. ظلم. لك هذا القاضي، ألا يحق للمرأة الزوجة أن تطلب مسكنا شرعيا وحدها؟ هل يجب عليها في القضاء أن تسكن مع 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 أم الزوج؟ لا يجب عليها، حتى وإن رضيت، يعني عند الخطبة أو للسكنة عن بيت إحما، سمعان عريس شو في قدامه، قالت له رضياني بعد ما الزوج، قالت له بدي سكن لك انت ما رضي، قالت له رضيت وهلأ ما بدي، لها حق؟ نعم قاضي، لها حق هذا في هذا ان تسكن وحدها، لا حق ان تسكن وحدها. شو اللي ذكرنا بظلم الحموات؟ واحدة جاءتني قالت انا ماذا اصنع. نعم، الحماية تبعها ما بتأذن يشعل الحمام ما يصخني الا بكل اسبوع مرة واحدة، وهي مش زوجة ابدا، وزوجها يأتيها في خلال الاسبوع. لك يا مرت عمي بدنا نصلي، سكتي، ما زود غالي وكذا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. انا قلبي مجروح من يومين، واحد ذكر لي عن امرأة مظلومة، والعجب العجاب ان الذين يظلمونها هم في المساجد، هو قريب منهم، يعني مو فكر عم يفتري، قريب منهم. اللي ظلم ظلم، اللي المرأة اسعفوها للمشفى حيصير معها هستيريا، الدكتور في المشفى قال لك يا جماعة هي لك اعصابها منهارة، لك شو مساوين فيها؟ تجي بتحاكي الابن بيقول لك امي، يعني يخرب بيت امك، الام الظالمة، الله يعدمك ياها الظالمة، والله لو سمعت ما اسمع بتقول امين، بس اللي ما سمع لك متقل العيار. لا والله، إن لله وإن إليه راجع، في وقفة بين إيدين الله أحبك. الله بده يسألك عن أمك ويسألك عن زوجتك، لكن البلاء الأعظم هو الاستبداد بالرأي، ما يسمع الكلام، ما يسمع النصيحة، ما يسمع النصيحة. الله يرضى عن الشيخ أحمد كفتار، وذكر عن جده، كان إذا جاء للبيت جدته تقول له هاي شو سيدي الفلانة مرتك، أو أمه تقول له هاي مرتك، نعم عملت معي كيت وكيت، والله ما برضى عليك لتقتلها، ما برضى عليك إلا تقتلها. يجيب قضيب رمان، هذا قضيب الرمان بلسع شو سيدي، يوجع إلى أمرك يا أمي، أمرك يا أمي، يدخل مرته الغرفة، يسكر الباب،
جيب زوجته تعال هون يوشوشها، يقول لها هلا انا بضرب على الفرشه وانت بتولولي فهماني؟ قالت له امرك. يمل القضيب الرمان وخبط على الفرشه والمره تولول، يطلع من الشباك لاقي امه عم ترقص برا بساحه البيت. اضحكوا بس خذوا هالفائده هي التي ندر من يستطيع ان يصنع هذا الان. إن لله وإن إليه راجعون. نعم سيدي. شو يذكرني بمسألة إنه هذه مرة بدي أتغسل من الجنابة، الحماية تبعها ممنوع إلا مرة واحدة بس مشاعر الأذان. طيب مو ابنك هو اللي يعني عمل عملته ظلم. نعم يا سيدي. مطلب في مسائل. لذلك لي متزوج أو ساكن مع أهله ومع كذا قبل ما ينضرب على قلبه، هي عبارة الشيخ مين سمعانا مشيخ؟ انضرب على قلبه يعني كلمة لطيفة حتى ما تقال كلمة فيها فحش، يعبر عن وقاع الرجل المرأة. إذا انضرب قبل أن ينضرب على قلبه يهيئ الماء الساخن، يهيئ كذا لزوجته ولنفسه حتى تغتسل. أما يعمل عملته ويترك المرأة كما تقول ربما تبقى أسبوعا لا تصلي. ممنوع استعمال، ممنوع تسخين الماء، والماء البارد الآن يقتل. يقتل من إلا تيممي. حلو ما بيمشي الحالة، لا طالما موجود عندهم غاز وعندهم ما بتيمم، بس بدها بقى مين يفهم بقى ويكف الظالم عن ظلمه.